بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، علم علوم، علم رياضة، أدبي، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله الحلقة الأخيرة في منهج الإحصاء statistics. بإذن الله إحنا نخلص المنهج كله بحيث يبقى أنت تقدر بقى كده وحطيت رجليك على الطريق الصح بالنسبة للستاتيستكس في الحلقة اللي فاتت والحلقة دي إن شاء الله. إحنا عارفين الستاتيستكس عبارة عن 4 chapters، في واحد فيهم لغيناه ونص شابتر 3 ملغي بسبب الفيروس وبسبب كورونا اللي موجودة دلوقتي، لغينا بين الجزئين دول. لكن اللي موجود علينا شابتر 1 بالكامل، عندنا شابتر 3 نص شابتر 3 ودول خلصناهم الحلقة اللي فاتت. النهاردة بإذن الله هناخد شابتر 2 ويبقى خلصنا منهج الاستاتستكس بإذن الله في الحلقة اللي دي. أولا موضوعنا في الشابتر ده بيتكلم على conditional probability. أول ما أقول كلمة probability كلنا عارفين probability، خدناها كتير يمكن في مراحل تعليم مختلفة، خدناها بطرق مختلفة في الـ conditional probability. النهاردة بإذن الله هناخد نضيف على الـ probability اللي انت درستها اللي هو الـ conditional بقى، شروط معينة هتشوفها هتلاقيها جميلة جدا. وامشي معايا كده عشان الدنيا تلاقيها ملمومة معاك. يلا بينا يلا بينا. اولا احنا قلنا هنتكلم على الكونديشنال بروبابيليتي، ده الموضوع بتاعنا. انا لما اجي اتكلم قبل ما ادخل في ده عشان بروبابيليتي درسناها قبل كده، هعمل شويه حاجات ريفيجن مهم. اولا للمنظر اللي انا عامله ده، الجزء الشيدد ده، دي عباره عن ايه يا اولاد؟ ايوه، ايه انترسكشن بي. برافو، انا عايزك كده ترد معايا عشان تفضل قاعد نشيط. هنا دي ايه ودي بي، الجزء اللي انا عامله شيدد ده ده موجود في ايه ومش موجود في بي، بنسميها ايه؟ ديفرنس. بي ديفرنس نعمل ماينس عادي او نعمل العلامه المدلعه دي، يا اما نعمل ماينس يا العلامه دي، دي اسمها ايه؟ ديفرنس بي. طب لو عملت شيدد للاي كلها والبي كلها، ايوه بنسميها ايه؟ يونيون بي. جميل. طيب لو انا جيت على الاي سبتها فاضيه وظللت كل السامبل سبيس دي بنقول عليها A داش، يبقى في A دي اسمها A داش، الجزء اللي بره الـ A. لو ظللت الجزء ده والجزء ده، يعني خدت اليونيون كله شلت منه الانترسكشن، يبقى دي نقول عليها A يونيون B ماينس A انترسكشن B. طب اللي انا عامله كده عملت شيدد كل السامبل سبيس ما عدا الحته الفاضيه، ما انا لما بعمل شيدنج للسامبل سبيس كلها يبقى داج الحته الفاضيه، داج يعني بره، اللي بره الايه. طب ما دي بره الانترسكشن، يبقى دي ايه؟ انترسكشن بي اول داج. هذه المعلومات مهمه، خلي بالك معايا واحده واحده. طيب نيجي بقى اكزامبل كده سريع عشان برضو المراجعه على الحاجات اللي انا كاتبها دي. لو انا كتبت سامبل سبيس 1 2 3 لغايه 10 وجبت لك ايه 2 5 6 8 بي 3 5 8، لو طلبت A intersection B، يلا يا جميل قول معايا ادي الـ A وادي الـ B، عايزين نجيب A intersection B، هتقول لي A intersection B الـ 5 موجودة هنا وهنا و A كمان يا ابني، ايوه، والـ 8 موجودة هنا وهنا، يبقى 5 and 8. طب لما اقول A difference B اللي موجود في A وما يكونش في الـ B، ايه اللي موجودة في A ومش موجودة في B؟ جدع، هتقول لي الـ 2 مش موجودة، الـ 6 مش موجودة هنا، يبقى 2 and 6. طب لو قلت لك احسب لي A يونيون B، يبقى هتكتب الـ A كلها والـ B كلها بس ما تكررش، اللي اتكتبت مرة ما تتكتبش مرة تانية. طب عايز اجيب A داش، الـ A فيها 2 5 6 8 اللي بره دول من السامبل سبيس، يبقى A داش الحاجات اللي بره، يبقى كل اللي بره الحاجات دي من السامبل سبيس اللي هي تطلع كام بقى؟ ده هتبقى كتير، هنا 2 5 يبقى 1 وايه تاني؟ و2 لأ، يبقى 1 و3 و4 وبعد كده و7 وايه كمان و9 و10، يبقى دي ناقصه طبعا هنا 9 و10 ناقصين هنا. طيب عايزين A يونيون B اهو، يبقى هنا دي كمان هنكتب كده 9 اهو، كما اكتب 9 وكمان 10 عشان تبقى كامله. يلا يا حبيبي ادي كده يبقى A difference B كامله اهي. طب كويس قوي، نيجي للجزء الثاني.
لما اجي اقول لك عايز اجيب A يونيون B ماينس A انترسكشن B، ادي الـ A يونيون B اللي موجود هنا، شيل منهم 5 اند 8 يبقى 2 6 3. طب عايز A انترسكشن B all داش، A انترسكشن B اهي 5 8 داش، يبقى كل اللي هنا من غير ال 5 وال 8، كل ده من غير ال 5 وال 8. طيب حاجة بقى مهمة، بصوا لي بقى يا اولاد، لازم في حاجة انا لما اجي اقول في حاجات مهمة كده لازم تاخد بالك منها، لما اقول لك ايه احنا هنستخدم مصطلح ايفنت، انتوا عارفين طبعا الكلام ده من قبل كده، كلمة ايفنت يعني ست، في الماث بنقول عليها ست ايه، في الاستاتستكس بنقول عليها ايفنت ايه. فلما اقول لك في عندي تو ايفنتس ايه اند بي، لما اقول ايه اند بي، ايه اور بي، ايه اونلي، مجموعة مصطلحات لازم تبقى عارفها كويس جدا. اقول اكزامبل، لما اقول لك انا عندي طلبة بيدرسوا ماث قاعدين قدامي، فيهم ناس بتدرس ماث وناس بتدرس فيزيكس، اكيد اللي قدامي دول فيه اللي هو حضر الماث وده حضر الفيزيكس، ممكن واحد حضر المادتين مع بعض، يبقى نقول ده A and B. يبقى لما نحسب الاتندنس هنقول يبقى ده حضر في A and B، يبقى and يبقى معناها في اوفرلاب، يبقى حضر هنا وحضر هنا، يبقى دي انترسكشن. اما لما اقول الطالب اللي قدامي اما انه كان موجود في الـ A او موجود في الـ B، كلمة or يبقى يونيون. يبقى انا عندي حاجتين خلي بالك، كلمة and و or، لو كانت events نعمل معاها ايه، ولو كانت numbers نعمل معاها ايه. خلي بالكو علشان بس بقول لك ملخص كده، لان الكلام ده هينفعنا واحنا بنحل مع بعض. يعني بصوا كده يا حبايبي، لما اقول لك A and B، اول ما اقول A and B يبقى انت حسب انت بتتكلم في الايفنتس ولا في النمبرز، لو في الايفنتس A and B يبقى A intersection B. طب لو بتكلم في النمبرز، ايوه هتقول A times B، يبقى في النمبرز تايمز، في الايفنتس نعمل انترسكشن. طب ايه اور بي، لو انا بتكلم في الايفنتس نقول يونيون، لو بتكلم في النمبرز اقول بلس. يبقى المعلومات دي خلي بالك منها، كل دي يا اولاد انا براجع معاك عشان نبتدي نحط ايدينا بقى على الموضوع. طبعا ايفنتس مش باينه شويه هنا معلش في الشاشه، لكن هي في كلمه ايفنتس اي في اي ان تي اس. طيب جميل، تعالوا بقى نقول حاجه تانية. بصوا يا حبايبي، في تيبل كده عايزين نقول المصطلحات دي مهمه قوي، انا عم بجمعها لك في تيبل. كل ده انا لسه ما دخلش في الشابتر الاساسيات اللي بقولها دي عشان دي تمشي معايا كويس. لما اقول ايه اونلي، ايه اونلي، يبقى انت هتعمل شيدنج للحته دي بس، الحته دي يبقى دي ايه ديفرنس بي. ايه اند بي، يبقى تعمل شيدنج للمنطقه دي، يبقى دي انترسكشن. ايه اور بي، اور لسه قايلينها من شويه، يبقى دي معناها يونيون. طب ما انا هقول حاجه، لو انت بصيت للسيركلز دول، ايه حكايه رقم 1 2 1 اللي انا كاتبها دي؟ دي انا قصدي اقول الحاجات اللي موجوده في المنطقه دي، هنا في سيركل وهنا في سيركل، هذه الاليمنتس اللي موجوده هنا موجوده في 1 سيركل، واللي موجوده هنا في موجوده في 1 سيركل، اللي هنا موجود في 2 سيركلز، يعني اي اليمنت هنا موجود في 2 سيركلز. يبقى انا هقول بقى تاني، بصوا معايا في الداتا كده يا اولاد، لو انا عملت سيركل وسيركل وجيت قلت لك انا هقول لك الاليمنت ده او ده او ده او ده، هتقولي موجود في 1 سيركل. طب لو جيت هنا هنا وده 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 وده، كل الاليمنت موجوده 1 سيركل. طب اللي موجودين هنا الارقام اللي هنا، لا موجوده في السيركل الاولى والثانيه، موجوده في 2 سيركلز. اذا انا لما اجي اقول انا عايز اخد دي، طب واللي بره هنا، واللي بره هنا موجود في زيرو سيركل، يبقى دي مش ما فيش ولا سيركل، عشان كده كتبت زيرو. اذا لما اخد 1 و2 و1 يبقى انا خدت اليونيون. يبقى اليونيون عباره عن ايه؟ اتليست 1، يعني لما تختار ارقام حاجات كده تقول له اتليست 1، لان موجوده دي في 1 سيت، موجودة في سيركل واحدة، في 1 سيركل، وهنا كمان 2 سيركلز، لأن بقول لك اتليست
كلمة اتليست اللي انا بقولها دي على الاقل، على الاقل وان، اتليست وان، يبقى ناخد وان في اكثر، وان وتو وان، يبقى انا خدت دي ودي ودي، يبقى ده اليونيون. يبقى اذا شفت كلمة اور او شفت كلمة اتليست، اتليست وان، دي او دي، الاتنين دول معناهم يونيون. جميل، ارجع بقى معايا كده على الكمبيوتر اهو، يبقى دي معناها اتليست وان، يبقى دي هقول ده اللي انا كنت بقوله لك، ان لما تشوف اور او اتليست يبقى دي معناها كده. طيب نيجي للي بعدها يا حبايبي، نوت ايه؟ يلا خليكم معايا على الكمبيوتر بقى كده، يلا لما اقول نوت ايه، الايه هنا اللي مش موجود في ايه يا اولاد، يبقى اللي بره، يبقى هنقول هنا يبقى دي ايه داش. طب جميل، لما اقول اونلي وان، اه ده هنا وان تو وان، اونلي وان، يبقى اخد الوان والوان فقط، يبقى طب ما هو ده اليونيون ماينس الانترسكشن. ات موست وان، ات موست يبقى ناخد وان وان وزيرو، لان قلت لك اكتر حاجه وان، يبقى دي ايه انترسكشن بي قول داش. هذا التيبل مهم. سريعا بقى كده ممكن مع بعض، بصوا لي كده يا حبايبي، يلا مره تانية. لما اقول، يلا خليكم معايا، انا هقول دلوقتي اذا قلت لك ايه اند بي، حد يرد؟ جدع، هتقول لي انترسكشن. طب قول كمان ايه اور بي، يونيون. لما اقول ات ليست وان، يونيون. اونلي وان، يبقى ايه يونيون بي ماينس ايه انترسكشن بي. طب لو قلت ايه اونلي، يبقى ايه ديفرنس بي. جميل، هو ده المصطلحات المهمه دي. اول حاجه خدناها واحنا صغيرين، خدنا قوانين البروبابيلتيز يا اولاد. لما اجي اقول لك، عشان برضو كل ده حاجات احنا خدناها قبل كده، انا بعمل لمه للموضوع عشان ده اللي ببني عليه، ما ينفعش ادخل في الجديد والمعلومات القديمه دي ضايعه منك، هتلاقي حاجات كتير تقع، فخلي بالكم المقدمة دي. سؤال، لو قلت في فصل قدامي احتمال اختار طالب منهم، احتمال ان الطلبة اللي هتجيب لما اعمل امتحان اللي ينجح من الطلبة دول، احتمال مثلا الفصل فيه 30 طالب، احتمال يبقى 20 طالب ينجحوا في الامتحان، حطيت امتحان شديد هينجح 20 من 30. يبقى انا لما اجي اقول لك probability، اللي هو لما اعمل استيميشن او probability، توقع او احتمال ان 20 واحد من ال 30 ينجحوا، تقول لي تلتين الفصل، جبت رقم 2 ثيرد ده منين؟ عملت 20 اوفر 30. اول مره تانيه، عندي 20 طالب دخلنا مسابقه، اللي هيكمل المسابقه 10 من ال 20 احتمال، انا بتوقع مش متاكد لكن في التوقع كده، تقول لي اه يعني 50% نص الطلبه، جبت رقم هاف دي منين؟ حطيت 10 اوفر 20. اذا لما اجيب البروبابيليتي يبقى بنقول نمبر اوف ايه اوفر نمبر اوف اس. شوفوا بقى، عشان هقول لك كام حاجه كده عايزين نستنتجها مع بعض وبعد كده نحفظها. بص يا اولاد، احنا اتفقنا في الاول ان probability ايه هي عباره عن نمبر اوف ايه اوفر نمبر اوف اس، ده probability ايه. وعارفين ان اكبر قيمه ان عندي 30 طالب، ال 30 يكملوا المسابقه، يبقى دي اكبر حاجه 1. 30 طالب ولا طالب كمل المسابقه، يبقى 0. اذا دائما البروبابيليتي يا اولاد بتوين 0 اند 1، دي كمعلومه. يبقى لو انا حسبت في مساله وطلعت البروبابيليتي اكبر من 1، يبقى انا غلطان، اقل من 1 يبقى انا غلطان. شوفوا بقى، ندخل بقى في الموضوعات المهمه. لما اقول ده ايه ودي بي، انا هقول لك اهو ايه ديفرنس بي، يبقى انت هتقول لي المنطقه دي. طب هقول كلمه كده، قول لي كملها لي، انا هقول جمله ناقصه، هقول لك ايه ديفرنس بي هي عباره عن الايه كلها، واسكت. تقول لي لا كمل كلامك، ايه كلها شيل منها، يعني اعمل ماينس ايه انترسكشن بي. اللي انا كتبته ده اهو، حط فقط علامة probability هنا، علامة probability هنا، و probability هنا، هو ده القانون.
يبقى اول ما اقول لك probability ايه ديفرنس بي، تقول لي probability الاولى ماينس الانترسكشن. انا استنتجت القانون من الرسمه، قلت دي كلها ايه، الحته ده هي ايه ديفرنس، دي الجزء ده اهو، الجزء اللي هو ايه ديفرنس بي. يبقى ايه ديفرنس بي عباره عن الايه كلها شيل منها الانترسكشن، دي اسمها ايه ديفرنس بي. يبقى القانون مره تانية، ايه ديفرنس بي، نعمل probability الاولى ماينس الانترسكشن. طب سؤال تاني يا ولاد، لو انا جيت قلت لك ايه داش، عايز اجيب probability ايه داش، هتبص في المسألة تقول لي ادي الايه اللي بره ده اهو ايه داش. طب بص الجملة اللي انا هقولها، ايه داش عبارة عن السامبل سبيس كلها، هتقول لي لا تشيل منها الايه ماينس الايه، هو ده القانون. لما اقول لك probability ايه داش، تقول لي probability اس ماينس probability ايه، probability اس دي ب1، يبقى 1 ماينس probability ايه، ده قانون. القانون الثالث، اذا انا جيت قلت لك انا عندي ايه، بصوا بقى يا حبايبي، ايه فيها 1 و2، بي معاها 2 و3، لو جيت قلت لك يلا بينا نجيب A يونيون B، هنكتب الـ A كلها 1 و2، واكتب الـ B كلها 2 و3، وارجع اشيل ده، يبقى حد يحكي لي ايه اللي انا عملته هنا لما حبيت اجيب A ديفرنس، لما حبيت اجيب A يونيون B. هتقول لي انت كتبت الـ A كلها بلس البي كلها ماينس الانترسكشن، اهو الاي كلها والبي كلها، ورجعت شلت واحده من الانترسكشن. يبقى اول ما احط بروبابيلتي هنا بروبابيلتي هنا بروبابيلتي هنا، يبقى ده قانون. يبقى القانون بيقول كده بروبابيلتي اي يونيون بي ايكوال بروبابيلتي الاولى بلس بروبابيلتي الثانيه ماينس الانترسكشن. تعالوا بقى الكلام ده انا جمعه لكم كله في تيبل على بعضه، التيبل ده اهو اول ما تعرفه خلاص يبقى الجزء ده، يبقى انا بعدها هدخل في الموضوع على طول الجديد. يلا يا حبايبي، لما اقول probability ايه هنقول كده number ايه over number اس، probability اس ب1 probability 5 ب0، probability ايه difference بي، يبقى probability الاولى minus الانترسكشن، ايه داش يبقى 1 minus probability ايه، A يونيون B يبقى A probability عبارة عن probability الأولى plus probability الثانية minus الانترسكشن. احفظها، A يونيون B probability الأولى plus الثانية minus الانترسكشن. التلاتة دول أصل قوانين البروبابيليتيز. في بقى أربع حاجات سريعة، لو شفت داش داش، أول ما تشوف داش داش خد الداش بره واقلب العلامة، لما تشوف داش داش خدها بره واقلب العلامه، يبقى ايه انترسكشن بي قول داش. طب لو هقول لك ليه دلوقتي حالا، طب لو هنا داش داش ناخد الداش بره واقلب العلامه اليونيون، يجي واحد يقول لي ليه، اقول له تعالى اوري لك ليه. ليه يا ولاد؟ لما يبقى في عندي داش داش باخد الداش بره ونقلب العلامه. بص لي كده يا جميل، انا لو جيت قلت لك انا عندي اهو عشان تقتنع بس، جيت قلت كده دي ايه وده هي بي، يلا مع بعض نتعلم على الاي داش. اي داش هعملها بالاحمر اهو، اي داش يبقى اللي بره الايه، كل اللي معمول بالاحمر ده اهو اسمه اي داش، اللي بره الايه دي اسمها اي داش. البي داش، بي داش هعملها بالاسود بس بالطول، يبقى اللي بره البي، اللي بره البي اهو يا اولاد ده اسمها بي داش، اللي نعملها بالطول ده، دي البي داش اللي بره البي، اللي بره البي اهو، اللي بره البي اهو، كل ده اسمها بي داش. لو انا عايز اجيب الانترسكشن، يعني عايز اجيب اي داش انترسكشن بي داش، كلمه انترسكشن يعني المشترك اللي هم الكومون اليمنتس. عشان تجيب المشترك بين الخط الاسود والاحمر، هتلاقي كل اللي بره الحته دي موجوده في البي بس، الاسود دي في الايه بس، لكن اللي بره الاتنين هي الحاجات اللي موجوده في الاحمر وموجوده في الاسود. يبقى لما اقول لك ايه داش انترسكشن بي داش،
دي هتقول لي عبارة عن اللي بره اليونيون، يبقى ايه يونيون بيقول داش، يبقى انا كقانون اول ما اشوف داش داش خد الداش بره واقلب العلامة دي على طول. ده لما يبقى داش على الاتنين، يبقى نقول مرة تانية اهو، لو انا عندي ايه داش انترسكشن بي داش، يبقى ناخد الداش بره ونقلب العلامة. ده في البروبابيليتي. طب لو كانت برولت ايه داش يونيون بي داش، خد الداش بره واقلب العلامة. طب لو كانت داش على واحدة بس، طب لو داج على واحدة بس أعمل إيه؟ بصوا يا حبايبي، لو أنت جيت عشان تحفظ عشان تفهمها وتحفظها بعدها، لو أنا جيت رسمت كده قلت لك آدي أهو، بص يا ابني ده الإيه، دي الإيه ودي البي، الإيه داج هعملها بالأسود اللي بره الإيه أهو، دي الإيه داج، الحاجات اللي بره الإيه، ده الإيه داج. لو جيت قلت لك ايه داش انترسكشن تشترك، ما هو انترسكشن مشترك، الايه داش تشترك مع البي فين؟ في المنطقه ده ايه؟ المنطقه دي اللي هي مين؟ بي ديفرنس ايه؟ بي ديفرنس ايه؟ اه يعني معناه probability بي ماينس ايه انترسكشن بي. يبقى القانون بيقول ايه؟ لو عندك داش على واحدة بس وفي انترسكشن، ابتدي باللي ما عليهاش داش وبعدين ماينس الانترسكشن العادي. اقولها كمان مرة، لو انا عندي كده probability اكس انترسكشن واي داش، مين اللي ما عليهاش داش؟ الاكس، يبقى نقول probability اكس ابتدي باللي ما عليهاش داش ماينس الانترسكشن العادي اكس انترسكشن واي. يبقى القانون بيقول كده، يبقى اول ما تلاقي داش على واحده بس وفي انترسكشن ابتدي باللي ما عليهاش داش. طب لو كانت داش على واحده بس وفيه يونيون، طب لو داش على واحده بس وفي ديفرنس، استخدم القوانين العاديه عادي، قانون العادي. ايه القانون العادي؟ تعال نقولها، probability a داش يونيون b، القانون العادي probability الاولى بلس probability التانية ماينس probability الانترسكشن، probability الأولى بلس التانية ماينس الانترسكشن. طب لو ديفرنس، ديفرنس يبقى probability الأولى ماينس الانترسكشن على طول. ده قانون اعرفه بقى، يبقى ده القوانين بتاعتنا كده يا حبايبي على الكمبيوتر اهو، دي القوانين كلها. خلاص كده يبقى احنا يا ولاد خلصنا المقدمة المهمة اللي ما اقدرش ادخل في الشابتر بدون المعلومات اللي فاتت دي. كل المعلومات اللي فاتت دي المفروض ان سيادتك عارفها، خدتها في تانية ثانوي في الميكانيكس، او لو انت كنت ادبي يبقى خدتها في الماث البروبابيليتي. فالجزء ده مقدمة لازم تبقى عارف القوانين بتاعتها. انا جمعتلكم في نهاية الحلقة هجيب لكم تيبل فيه المقدمة دي كلها، هلمها لكم في صفحة كده واحدة المقدمة دي. ندخل بقى في الموضوع، موضوعنا اسمه ايه؟ conditional probability. يعني ايه؟ بصوا يا اولاد تابعني بقى كده علشان اقول الحلقة بتاعتنا عبارة عن الثلاث موضوعات دول، conditional probability، independent events، dependent events. دي الموضوعات التلاتة بتوعنا، chapter 2 يتكون من التلاتة دول. هناخد ال conditional probability اتكلم عنها، ولما تخلص نخش على ده وبعدين ده. دي اكبر جزء في المنهج، دي اللي بعدها دي اللي بعدها. يلا يا حبايبي conditional probability، تعالوا نحكي بالراحة. دي sample space، لو طلبت منك طلع لي ال odd numbers هتقول لي 1 3 5 7 9. طب هطلع لي البروبابيليتي بتاعهم 1 2 3 4 5 5 اوفر 10 يعني هاف. طلع لي الارقام من هنا less than 4، اقل من 4 يبقى 1 2 3. يلا نجيب البروبابيليتي 1 2 3 3 اوفر 10 يعني 0.3. طب بصوا الجمله اللي جايه دي بقى، probability of odd numbers
ان كونديشن للزنفور. يعني لو قلت اود نمبر وسكت كل دول، لا انا عايز الاود نمبر بشرط ناخدهم من هنا من اللي للزنفور. يبقى هذه الجملة السطرين دول يا ولاد probability odd اللي هي الايه، ان كونديشن بي، يعني عايزين probability بتاع الايه بس تاخدها من البي، فبنكتبها تكتب بالمنظر ده probability ايه كونديشن نعمل شرطة مايلة بي. يبقى لما اقرا دي ما اقولش probability ايه شرطة مايلة بي، ايه الكلام ده، تقول probability ايه ان كونديشن بي. جميل. لو جيت قلت لك بقى choose two elements from three elements، عايزين نختار two elements من ثلاثة elements. ليه؟ لأن دول واحد اتنين تلاتة، هنختار منهم اتنين اللي هم دول، يبقى إذا probability A condition B ب 2 على 3. كأن السامبل سبيس اللي بختار منها البي وبختار الحاجات المشتركة، إذا النيو سامبل سبيس تعتبر البي وأنت بتختار المشترك منهم. يبقى إذا أنا أقول إيه كونديشن بي عبارة عن عدد اللي موجود في الإي انترسكشن بي على بروبابيليتي بي. جميل. يبقى القانون أهو بروبابيليتي إيه كونديشن بي إيكوال بروبابيليتي إيه انترسكشن بي أوفر بروبابيليتي بي. أنا هقف شوية عند ده عشان هو ده القانون بتاعنا. بصوا يا حبايبي خلي بالك، اول ما اقول ايه كونديشن بي، لما تسمع الجملة دي على طول تقول ايه علامة الكونديشن، الشرطة المايلة دي شيل الشرطة المايلة واعمل بدلها انترسكشن اوفر بروبابيليتي الاخيرة. انا قلت ايه كونديشن بي يبقى بروبابيليتي بي، طب لو قلت بي كونديشن ايه يبقى بروبابيليتي ايه. يبقى خلي بالكوا تاني عشان ده اول قانون جديد عليك، كل اللي فات ده كان مقدمة انت عارفها او نسيها وانا فكرتك بيها، ولكن اول قانون جديد لما اقول لك probability A condition B تقول شيل علامة الكونديشن وحط intersection over probability التانية. تعال نكتبها تاني كده، probability مثلا X condition Y، اول ما اقول كده هتقول لي شيل علامة الكونديشن دي وحط intersection، يبقى probability X intersection Y over probability التانية، التانية اللي هي ده over probability y. طب لو قلت probability دي condition if يبقى شيل علامة الكونديشن واكتب intersection، يبقى probability دي intersection if over probability التانية probability if. ده القانون الجديد، ده قانون مهم جدا. طيب تعالوا بقى يا حبايبي نروح مجموعة properties كده على هذا الكلام اللي بقوله. يعني انا لما اتكلم ايه كونديشن بي هكتب لك خمسه بروبرتس كده تاخد بالك منهم. اولا ده هتقول لي ايه كونديشن بي، ده بروبابيليتي، انا كاتب بروبابيليتي ايه كونديشن بي، طالما بروبابيليتي اكيد تقع بتوين 0 و 1 اكيد. طب حاجه تانية، لو جيت قلت لك بروبابيليتي ايه كونديشن اس سامبل سبيس، تقول لي طب ما تطبق على نفس القاعده probability A condition S، هنقول شيل علامة الكونديشن وحط intersection A intersection S على probability S، probability S ب 1. طب ما A intersection S اللي هي الـ A نفسها، لأن الـ A ده set صغيرة والسامبل سبيس كبيرة، فالـ intersection هي الـ A نفسها. أنا هكتب لك مجموعة قوانين properties اسمعهم. طيب بصوا بقى يا حبايبي أهو، تعالى نرجع بقى كده للـ properties الخمسة هم أو الستة. A condition B between 0 و 1. جميل. طب لما اقول probability S intersection condition B دي بقى نقول 1 بس، اما لو عكست قلت B condition S كنا هنقول probability S بس. لو عايز تثبتها سهلة، شيل علامة الكونديشن وحط intersection على probability التانية، هتلاقي probability B على B ب 1. طب لو كانت A intersection B ب 5 مفيش مشترك بينهم، وجيت قلت لك اعمل لي A union B condition B، خد البي دي وزعها على الاثنين على الاولى وعلى الثانيه، يعني تبقى A1 condition B plus A2 condition B. طب لو لقيت داج على واحده بس، طالما الداج على الاولانيه اعمل 1 minus probability A condition B. تاني ده هو قانون يا اولاد، تعال اقول لك جه ازاي عشان افترض انا نسيت اهو. بص يا اولاد معايا على الداتا، معلش انا مغلبكم معايا.
لما اقول لك probability A dash condition B، اول ما تشوف المنظر ده، دي ممكن واحد يقول لك انا هطبق القاعدة، هشيل علامة الكونديشن دي واحط intersection over probability B. طيب نيجي بقى نرجع للي انا قلته، ايه لما تلاقي داش على واحدة بس وفي intersection، ابتدي باللي ما عليهاش داش، يبقى probability B minus probability A intersection B، كل ده over probability B. يلا يا جميل، حتة شوية ماث كده بس، نوزع دي على دي ودي على دي، يبقى probability B over probability B minus probability A intersection B over probability B. طب ما ده اهي ان دي ب1، لما تبص دي ب1 ماينس ده اهي اللي هي probability A condition B. يا سلام على الجمال. بص لي بقى، بص للبداية البداية وبص على النتيجة النهائية. يبقى أول ما تلاقي A داش كونديشن بي، ممكن تقول له ده هي عبارة عن 1 ماينس probability A كونديشن بي، يبقى شيل علامة الداش واكتب 1 ماينس. ده قانون مهم. أما لو العكس، لو دي اللي هنا ودي اللي هنا، ما أعملش القانون ده، أعملها بالطريقة العادية اللي زي دي. يلا يا حبايبي كده معايا كده على الكمبيوتر أهو، يبقى لما الاقي داش على دي عملت 1 ماينس A كونديشن B. طب لو probability A intersection B، تقول لي طب ما دي عبارة عن A كونديشن B تايم probability B، جت منين؟ من القانون. هات دي، هتلاقي اصلا كانت A intersection B على B، اعمل كروس مالتيبليكيشن، او العكس B كونديشن A في probability A. دول بروبرتس كده لده. نخش بقى على الاسئلة واتفرج معايا. قبل ما احل اسئله يا اولاد، عايز اقول لكم حاجه. بصوا لي هنا، انا لما اجي اقول لك في كل البروبابيليتي، حاجه كانوا يقولوها لك زمان، خليكم معايا كده وبصوا لي، حاجه مهمه كنا نقولها لك زمان يا اولاد، لما في كل مسائل البروبابيليتي اللي فيها ايه وبي، يقول لك ثلاث حاجات دول مفتاح اي مساله. تجيب probability الأولى الـ A والـ B والـ intersection، بعد ما تجيبهم جميع قوانين الـ probability متكونة من الثلاثة دول. أي قانون قلته لك من السنة اللي فاتت، أو اللي قلت راجعته لك واللي هقوله لسه، أي سؤال مفتاح إنك تجي تستخدم أي قانون، لازم ثلاث حاجات عندك: probability الـ A والـ B والـ intersection. أول ما تلاقي دول، جميع القوانين عندك بقى تعرف تستخدمها عادي. يلا كده بينا، يلا بينا. بصوا يا اولاد، لما اقول لك السامبل سبيس اهي، وجايب لنا الاي اود نمبرز، بي ديفيزابل باي 3، عايز يجيب اي كونديشن بي، بي كونديشن اي، نصيحه المفاتيح بتاع المساله، تقول له نجيب الاي والبي والانترسكشن، نجيب البروبابيلتي بتاعهم، وبعد كده اللي هو عايزه تعرف تجيبه. الاي هتقول لي اود، اود اهم، يبقى البروبابيلتي بتاعها 5 اوفر 10 يعني 0.5. البي ديفيزبل باي 3 يعني 369، البروبابيلتي 3 على 10 يبقى 0.3. نجيب بالمره الانترسكشن، حتى لو ما طلبهاش هاتها، يبقى تضرب بروبابيلتي ايه وتعوض بالارقام، تتحل على طول. ادي اول سؤال، خش على الثاني على طول. يلا، داي رولد وانس، لما داي نرميها مره، ظهر الطاولة نرميها مرة، هيظهر 1 2 3 لغاية 6. calculate the probability appearing number divisible by 3 knowing that the number appeared is odd. هتقول لي divisible by 3 3 و6، ونجيب probability. odd نجيبها ونجيب probability. بالمرة عشان المفتاح يفتح الحل، تجيب الـ A والـ B والـ intersection. طلعت الإجابات اهو. انت عايز probability الاولى in condition التانية، يبقى probability A condition B، شيل علامة الكونديشن وحط intersection على probability التانية. دي عندنا اهي ودي عندنا اهي، يبقى A intersection B ب1 على 6، والبي عندنا اهي بهاف، اعمل ده divide ده تجيب الاجابة. سؤال نمبر 3، regular die has been rolled once، calculate appearing prime number knowing that the number appeared is even.
برايم معروفة، الرقم اللي ديفيزابل باي اتسلف اونلي ويكون اكبر من ال 1 يبقى 2 3 5، ده الاو برايم. هات البروبابيليتي. طيب هو قال لك النمبر اللي ابيرد نمبر ايفن، نجيب الايفن يبقى 2 4 6 ونجيب البروبابيليتي 3 على 6 يعني باف. نجيب الانترسكشن على طول عشان المفتاح يكمل، يبقى probability اللي هي تطلع 2 ونجيب probability. هو قال بقى ايه؟ عايز يكون برايم knowing that. لما يقول knowing that يعني in condition that، يعني بشرط، يبقى معناها condition، يبقى ايه intersection b على probability b ونطلعها. ادي مسألة رقم 3. نمبر 4، a and b are two events، جايب لنا probability a وجايب probability b. انا قلت لك ايه يا ابني؟ لما تلاقي a و b يبقى ناقصك حاجة تالتة، الانترسكشن. خدها قاعدة، اول ما تلاقي a و b يبقى ناقص لنا الانترسكشن عشان المفتاح يكمل، عشان نقدر ندخل للمسألة وبراحتنا. يبقى التصريح بتاعك عشان تحل اي سؤال a و b intersection، هو اداك ايه؟ ادالك b، ناقصه مين؟ intersection. يبقى انا هيكون مدينا يا يديهولنا صراحة يا يدينا قانون نطلع منه الانترسكشن. هو في السؤال ده ادالك، يا سلام بص كده جايب لك بي كونديشن ايه. طب ما بي كونديشن ايه قانون، عوض مكان دي هنكتب رقمها والانترسكشن ما عرفهاش والايه عندنا كروس مالتيبليكيشن. يا سلام كده جبت الانترسكشن الحمد لله، عند الاي والبي والانترسكشن قول بقى كل اللي نفسك فيه. ايه اهي، عايز ايه يونيون بي؟ قانون بتاع السنه اللي فاتت، بروبابيليتي الاولى بلس الثانيه ماينس الانترسكشن، ونبتدي بقى نحسب الموضوع. طيب نيجي اللي بعدها، عايز يجيب ايه كونديشن بي. طب شيل علامه الكونديشن وحط انترسكشن على بروبابيليتي الثانيه، عوض تطلع. الطلب الثالث بي داش كونديشن ايه، طالما الداش على الاولى اعمل 1 ماينس بروبابيليتي بي كونديشن ايه، يبقى 1 نكتب تحتها 1، بي كونديشن ايه هو مديها لك زمان ب 0.8، يطلع الاجابه 0.2. سؤال نمبر 5، ايه وبي، خلي بالكوا هنا مدينا ايه داش ومدينا بي داش، ايه كونديشن ايه؟ طب ما استفيد بالقانون ده اهو، ايه داش قانون، مين يقوله؟ انا رجعت لك قوانين السنه اللي فاتت، 1 ماينس بروبابيليتي ايه ده قانون، تحت دي نكتب الرقم بتاعه، تحت ال 1 نكتب 1 دي تحتها. هات الارقام مع بعض، 1 ماينس 1 اوفر 4 3 اوفر 4. جميل، رجع جدانا داش دي اللي هي 1 ماينس بروبابيليتي ايه انترسكشن بي، عوض بالكلام دي مكانها 2 اوفر 5، شيل علامه الكونديشن حط انترسكشن اوفر بروبابيليتي ايه، عوض بالارقام هتجيب الانترسكشن. كده بقى عند الاي وايه انترسكشن بي، هو كان طالب الانترسكشن جبناها. نمبر 6، اي داش هنجيب منها الاي 1 بروبابيليتي ايه، وجايب لنا بروبابيليتي بي. انا قلت لك ايه الحاجات الثلاثه اللي عشان المفتاح يكمل، ان يكون عندك الاي والبي والانترسكشن. انا عندي الاي اهو والبي اهو، ناقص لي الانترسكشن من هنا، A يونيون B probability الأولى بلس probability الثانية ماينس الانترسكشن. تحت اليونيون هو مدالك 0.5، الA رقمها الB رقمها الانترسكشن، جمع دول مع بعض 0.7 وهات 0.5 بالماينس يبقى الإجابة 0.2. المطلوب بعد كده A condition B داش، هل نكتب 1 ماينس؟ غلط، لأن الكلام ده لو داش على الأولى، لكن داش على الثانية حلها عادي، تقول له شيل علامة الكونديشن واعمل انترسكشن على التانية. دي لوحدها لما تلاقي داش على واحدة بس وفي انترسكشن، ابتدي باللي ما عليهاش داش ماينس الانترسكشن، ودي 1 ماينس بروبابيليتي بي. دي رقمها عندنا اهو، دي رقمها عندنا اهو، والبي عندنا في الجيفن، يبقى مجرد عمليات حسابية. نمبر 7، A and B are two events، وجايب لنا A داش كونديشن B. كل دي يا ولاد تكرار عشان اثبت القانون وطريقة حله. لما تلاقي داش على الأولى اعمل 1 ماينس وعوض، يبقى أنت جبت B كونديشن A. طب ما ده اهي
شيل علامة الكونديشن وحط انترسكشن على probability التانية كده، طلع واعمل كروس مالتيبليكيشن. ايه انترسكشن بي؟ طلع 0.6 تايم بوينت ايه. هو جايب لك ايه كونديشن بي؟ هنعوض بدالك ب0.3، والبي عندنا اعمل كروس مالتيبليكيشن. يا خبر ابيض، ايه انترسكشن بي ده اهي، ايه انترسكشن بي ده اهي. طب ما يبقى ده قد ده، اشطب 0.3 مع 0.6 يتبقى 0.2، يبقى بوينت بي، يبقى probability بي ايكوال توايس probability ايه. ممتاز. هو بقى جايب لك اي بلس بي ب 0.36، شيل البي واكتب 2a، بقت ايه و2a يعني 3a كده، يبقى حسبنا probability ايه. اول ما جبت الايه وكده جبنا الايه، ده الطلب الاولاني. عايز اليونيون، اليونيون عبارة عن probability الاولى بلس الثانية ماينس الانترسكشن. ادي سؤال رقم 7. نمبر 8، شوفوا يا حبايبي، غالبا بيبقى عندنا حاجات معلومة كده شطارتك في تنظيمها. يعني انا لما اجي اقول لك انا عندي في فصل قدامي في بويز في جيرلز، في ناس مختارة فيزيكس وناس بتختار كيمستري، او ناس شاطره في الفيزيكس او ولاد وبنات، وفي ناس شطار في الفيزيكس وناس شطار في الكيمستري. الكلام اللي انا قلته ده، الناس الشاطره ان عامله تيبل، التيبل ده تقول بويز جيرلز كيمستري فيزيكس، وتبتدي بقى تحط الارقام عليها. تعالى بقى بص معايا، علشان من التيبل ده بنطلع نتائج مهمه. بص كده يقول A class contains boys and girls، اهو الفصل اهو. لما تيجي معايا كده هتقول في ناس بيدرسوا ماث، ناس بيدرسوا فرنش. تعالى نقرا التيبل بالطول مره، بالعرض مره وبالطول مره. لو جينا نقرا التيبل، لو جيت نقرا التيبل بالعرض هتلاقي كده 15 ولد بيدرس ماث، 10 بنات بيدرسوا ماث، 25 ولد بيدرس فرنش، 20 بنت بتدرس فرنش. اذا عدد اللي بيدرسوا ماس 25، عدد اللي بيدرسوا فرنش 45. لو جيت تقراها بالطول 15 البويز 15 ولد و25 ولد بيدرسوا فرنش، يبقى مجموع البويز 40، مجموع الجيرلز 30، اذا التوتال 70. جميل كده يا حبايبي. انا عملت لكم بس توريكم التنظيمه دي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل لسه الموضوع معانا، هنكمل التيبل ده نستفيد منه ايه ونطلع منه ايه، ده بعد الفاصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اولاد كده، انا وريتكم قبل الفاصل على طول تيبل متنظم بشكل بحيث ان انت تقدر تطلع منه البيانات سريعه. نبص له تاني كده. يلا انا بقول اهو، في عندنا بويز وفي جيرلز، الفصل اللي عندي فيه ناس بيدرسوا ماث، ناس بيدرسوا فرنش. لو قريتها بالعرض 15 اللي بيدرسوا ماث، انا هتكلم على الماث بس، 15 ولد و10 بنات، يبقى 25 ستودنت بيدرس ماث. لو بتكلم على الفرنش 25 و20 يبقى 45 ستودنت بيدرسوا فرنش. لو جينا بقى نكمل كده في البويز 40 شخص بيدرس، اللي هم الولاد عددهم 40، البنات عددهم 30، يبقى التوتال 70، او لو جمعت كده 70. المطلوب ايه بقى في السؤال؟ فايند ذا probability ذات the student study math، يبقى انا عايز math اللي هم عددهم 25، student study math in condition that she is girl، يعني student اللي اختاره تبقى girl. يبقى انا هبتدي بقى، طب ما انا اقدر من التيبل ده اجيب probability math 25 over 70، probability girls، فين الجيرلز يا ولاد؟ اهو الجيرلز اهم 30 over 70. لو انا قلت لك مفتاح الحل انك بتجيب الام والجي والانترسكشن،
لما تجيب الانترسكشن بين الماس والجيرلز اهم 10، ده الصف بتاع الماس، ده الكولوم بتاع الجيرلز، يبقى هنا 10، يبقى 10 اوت اوف 70. لما اجي اقول لك عايز ماس ان كونديشن جي، يبقى انت هتقول لي probability M intersection G over probability G. طب ما الانترسكشن اهي والبروبابيليتي جي اهي، ده ديفايدد ده، تطلع الاجابه ب 1 اوفر 3. جميل، نفس السؤال يا اولاد مكرر اهو، دي برضو موجود في كتاب المدرسه. بيقول لك عندنا رجال وسيدات، في اللي بيلبس نظارات، اللي ما بيلبسش نظارات، نفس السؤال اللي فات بتاعت البويز والجيرلز، انا بس عديته بسرعه. طيب تعال بقى شكل جديد من الاسئله. لما يقول لك 100 ليرنرز are studying in language institute، يبقى انا عندي، شوف بقى لما اجي اقراها، اول حاجه الرقم اللي انا عامله لك بلون مختلف ده، تقول لي ده نمبر اس بالراحه كده. قال لك الانستيتيوت ده فيه 60 واحد بيدرس انجلش، يبقى نكتب نمبر اي 60. في عندنا اللي بيدرسوا فرنش عددهم 50، يبقى نمبر اف 50. اللي بيدرس انجلش اند فرنش 35. وانا بقول كده لقيت واحد اعترض، قال لي ازاي العدد الكلي 100 وازاي اللي بيدرس انجلش 60 واللي فرنش 50، يعني عدينا ال 100. قلت له ما هو ده، اصل انت كده بصيت ان ده اللي بيدرس ده ما بيدرس ده، ده في 35 واحد مكررين بيدرسوا هنا وبيدرسوا هنا. يعني انت تقدر يا ابني لو عايز تنظم المسألة دي بشكل آخر، تقدر تعمل حركة كويسة، تقول أنا هرسم، أو أدي الكلاس أرسم سكوير كده وأعمل دايرتين أهو، بص كده اتفرج، عملت كده أدي الكلاس أهو، ده اللي هو الكلاس كله، في هنا دول بتوع الإنجليش ودول بتوع الفرنش. تعال ننظم الأرقام اللي كانت موجودة، الأرقام اللي كانت موجودة، اللي بيدرسوا اللي بيدرس المادتين 35، الانجليش كله كان 60، دي 35 يبقى دول 25، الفرنش كله كان 50، دي 35 يبقى دول 15. كده لو جمعت ده مع ده مع ده مش هتكمل العدد الكلي، مش هتكمل ال 100، يبقى في ناس ما بيدرس ولا انجليش ولا فرنش، لانك لما تجمع ده مع ده 50 ودول 75، يتبقى 25 ستودنت ما بيدرس ولا انجليش ولا فرنش. يبقى انا نظمت المساله كده، او تكتبها كده زي انا ما كتبت لك، نمبر اس تقول لي 100، نمبر دارسي الانجليش يبقى عددهم كم 60، نمبر فرنش عددهم 50، نمبر اي انترسكشن اف ايكوال 35. من اللي انا كاتبه ده هجيب probability E، هجيب probability F، هجيب probability E intersection F. اول ما جبت التلاتة دول يبقى مفتاح المسألة بقى موجود معايا، خلاص تتحل. يلا كده بينا، يلا بينا، انا هروح للمسألة اهو. probability E 60 over 100، probability F 50 over 100، probability intersection 35 over 100. كده اول ما جبت التلاتة دول اللي انت عايزه اقدر اجيبه. تعال نبص للطلبات، عايز language at least، لما يقول at least يبقى union، والكلام اللي قلته في اول الحلقة، يبقى probability الاولى plus probability التانية minus الانترسكشن، عوض بالارقام بقى هتطلع الاجابة. طب عايز بص للتانية بقى، عايز probability the student study English if he or she studied French، يعني عايز بيدرس English بشرط in condition، يبقى نعمل condition، علامة الكونديشن اهو French، وانا قلت لكم اول ما تشوف علامة الكونديشن شيلها واكتب intersection على probability التانية. سهلة بقى، نيجي بقى هنا هنيجي نقول ده جبناها، ده over ده تطلع 0.7. بص للطلب التالت، عايز probability the student study French if he or she studied English، يبقى in condition معناها كده study English، يبقى ونحسبها تخلص. ادي سؤال تاني، فكرة جديدة.
نفس الكلام. خلي بالكو بقى من المعلومة اللي جاية دي. هنا بيقول الفصل زي ما انت شايف اهو، في بويز وجيرلز، البويز عددهم 10، الجيرلز عددهم 15. طيب بيقول احنا التيتشر ده تشوزس ستودنت ان كومبيتيشن، عايز يعمل مسابقة ويختار ستودنت. بعد كده then he chooses another student in the competition. المطلوب عايزين اللي انا قلته ده نعمل له representation by diagram. يعني ايه يا اولاد؟ بصوا يا حبايبي، انا قدامي دلوقتي، خليكم معايا، قدامي عندي كلاس قدامي كده، في مجموعة من الولاد، ولاد وبنات students، عايز اختار واحد. ممكن وانا بختار اختار بنت، يبقى هقول عدد البنات كام والتوتال نمبر كام. يبقى انا اخترت ستيودنت طلع بنت، عددهم كام؟ هقول بقى ده انا هنا خلي بالكو انا بختار بنت، البنات كلهم كانوا عددهم 15، العدد الكلي كان 25. يبقى عشان اختياري يقع على بنت، احتمال واحدة من الخمستاشر من العدد الكلي، يبقى 15 على 25. طب لو كان الستيودنت اللي اخترته ولد، هتقول الولاد عددهم 10، العدد الكلي 25، يبقى احتمال ان يطلع اختيارك ولد 10 او على 25. طب انا اخترت ستودنت وشلته وطلعته على جنب عشان عايزين نختار طالب تاني للمسابقة، هبتدي اروح اختار. اقول لي استنى، انا كان عندي 25، في واحد اخترناه وطلع، يبقى العدد قل، بقى اللي قدامي التوتال كام؟ 24. يبقى لما اكتب probability هيبقى اوفر التوتال نمبر اللي هو 24، لان في البروبابيليتي بتكتب نمبر على التوتال. فانا هقول احنا عندنا دلوقتي 24 ستودنتس. لما اجي اختار ولد، لو كان الاولاني ولد يبقى عدد الولاد قل بواحد. طب لو كان الاولاني بنت والاختيار التاني ولد، يبقى عدد الولاد كامل. الكلام اللي انا بحكيه اورال ده منتهى الجمال، هعمله بتري دايجرام، شجره كده. هقول لك الستودنت اما بوي او جيرل، يبقى ده الفيرست تشويس، ونكتب probability ده وprobability ده. نيجي لو كان بوي نطلع منه فرعين، بوي اور جيرل، ونكتبها. تعال اتفرج عشان تستمتع ازاي انا هحلها. يلا بينا يلا بينا. بص بقى المسألة اهي، انا هقول انا عندي 10 بويز 15 جيرلز، اول اختيار اما بوي اور جيرل، اكتب كده. لو بوي عددهم 10، يبقى 10 على 25. لو جيرل عددهم 15، يبقى 15 اوفر 25. ده الفيرست تشويسز. السكند تشويس يا ولاد، لو كان الاولاني ولد واجي اختار ستيودنت تاني، هتقول لي برضه ما انت الولاد عقل واحد، لما تيجي تختار هتختار يا اما ولد يا اما بنت، بوي اور جيرل. طب البويز احنا اخترنا واحد في الاول، بقى عددهم 9 والتوتال قل، بقى 9 اوفر 24. طب الجيرلز لسه عددهم كامل 15، بس التوتال قل، يبقى 15 اوفر 24. ممتاز. طب لو كان الاختيار الاولاني جيرل واخترت واحد تاني، هيطلع بوي اور جيرل. احنا اخترنا بنت في الاول، يبقى البويز عددهم كامل، يبقى البويز 10 على 20 على 24. طب لو كانت الاولى جيرل والتانية جيرل، يبقى الجيرل التانية انا قدامي كام؟ قدامي 14 على 24. يبقى انا لخصت الكلام بتري دايجرام. حسب، انا هديكم بقى مساله زي دي دلوقتي، حسب الطلبات. لو قال لك هات لي probability ان الاولاني ولد والتاني ولد، بوي اند بوي، انا قلت لكم طالما عندي ارقام وقلت كلمه اند، ناخد الاولى تايمز الرقم التاني. طب لو قال الاولاني جيرل اند التاني بوي، يبقى ناخد 15 على 25 مالتبلاي 10 اوفر 24، زي السؤال اللي جاي. اقرا كده بقى، بيقول لك باك كونتينز 10 وايت بولز اند 15 ريد بولز. يبقى انا عندي 10 وايت 15 ريد.
قال عايزين نختار what is the probability that the two drawn balls are white. خلي بالكوا يا ولاد، مهم جدا وهو بيتكلم ان يقول ان العدد ده اهو، ان العدد ده ان اللي احنا هنختاره with replacement ولا without replacement. الكلمة دي مهمة، تعال احكي لك يعني. بصولي هنا يا ولاد، ايه الفرق بين كلمة with replacement without replacement؟ انا لما اقول انا عندي اقلام الوان، الاحمر ده عندي موجود منه كذا لون، والاسود ده موجود منه كذا واحدة. لو جيت اخترت قلم وشفت لونه طلع احمر، لو قلت without replacement يبقى اللي اختاره مش هرجعه. كلمة without replacement يعني اللي خدته ما رجعتوش تاني، يبقى انا هشيله على جنب. يبقى عدد الاحمر الاقلام الحمراء قله. طب لو قلت with replacement يعني انا اخترت شفت لون احمر جيت مرجعه، يبقى العدد التوتال زي ما هو. يبقى دايما دايما وانت بتقرا الاسئله دي شوف هو قال with replacement ولا قال without replacement. with replacement يبقى اللي تختارها ما ترجعهاش. سوري، with replacement اللي اختارها ترجعها، without يعني اللي اخترتها ما ترجعهاش. يبقى اخترنا واحد مش هيرجع، يبقى معناها ان العدد بيقل. لكن لما اقول لك with replacement اللي اخترته رجعه تاني، رجعه للشنطه تاني، انت مجرد شفت لونه بس ورجعته، يبقى العدد كامل. احنا هناخد اسئله فيها دي واسئله فيها دي، يلا بينا. يلا السؤال ده قال لك without replacement يعني اللي تختاره ما ترجعهوش. يبقى انت هتقول انا عندي اخترت لون اول اختيار first drone، اول سحبه هنسحبها هتطلع يا اما وايت يا اما ريد. الوايت عددهم 10 والتوتال 25، الريد عددهم 15 والتوتال 25. لو طلعت، خلي بالك ان قال لك without replacement، اللي خدتها رميناها خلاص اترمت. لما اختار واحده تانيه هتطلع يا اما وايت يا اما ريد. وايت جميل، هتبقى عددهم كام؟ الوايت قل واحده يبقى 9 اوفر 24 والريد 15 اوفر 24. طب لو كانت الاولى ريد والتانيه هتطلع وايت او ريد، لو وايت عددهم كامل 10 اوفر 24 والريد. اقرا بقى هو عايز ايه. What is the probability that two drawn balls are white؟ يعني عايز الأولى white والتانية يبقى white and white. طب ما white الأولى 10 over 25 times white التانية 9 over 24، اعمل ده multiply ده طلعت الإجابة، ده الحل الأجمل. طيب لو قال في بقى حل تاني، يعني الحل ده احسن لكن اسمعوا الحل التاني. هقول لك الفيرست درون وايت نرمز لها بالرمز ايه، السكند درون وايت نرمز لها بالرمز بي. هو عايز بقى probability التانية وايت بشرط ان كونديشن الاولى وايت. طب ما انا اقدر استخدم اللي هو بي كونديشن ايه، probability ايه intersection بي over probability ايه ونطلعها. الاحسن الحل الاولاني ده كده انا اعمل. طب ايه رايكم يا اولاد لو نفس المساله ده اهي، قلت لك انا عايز اجيب ان التو درون بولز سيم كلر. يعني ايه تاني؟ بصوا لي كده يا حبايبي، انا بقول عايز اجيب التو بولز اللي احنا سحبناهم يبقوا نفس اللون سيم كلر. تقوم انت بقى بذكائك تقول اه عشان الاتنين يبقوا سيم كلر يبقى يا الاولى وايت والتانية وايت اور الاولى ريد والتانية ريد. ما انا قلت سيم كلر، يبقى انا لما اجي اشرحها لنفسي هقول له كده probability سيم، هو بيقول لك اهو سيم كلر. طيب لما اقول لك سيم كلر يبقى انت هتعمل ايه بقى يا ابني؟ هتقول لي كده يبقى probability لما اجي اكتبها هقول كده probability white and white or probability red and red white and white
يبقى انا هقول كده دي اند دي معناها تايمز. يبقى وايت الاولى لو انت رجعت للتيبل او للتري اللي كنا عاملينها كانت 10 اوفر 25، وايت الثانيه كانت 9 اوفر 24، اور يبقى بلس. ما انا قلت لك اور دي معناها بلس. ريد اند ريد يبقى probability ريد الاولى اللي هي كانت 15 اوفر 25 تايمز ريد الثانيه 14 اوفر 24، ونحسب دي ونحسب دي، وانا جبت سيم كولر. ماشي يا حبايبي؟ بس ده موضوع مهم كده يا ولاد. احنا خلصنا الجزء الاولاني في لسه احنا ما زلنا في الاستاتستكس لسه، يعني لسه مش هندخل على موضوع جديد. احنا بس انا قلت لك الشابتر ده مقسوم ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني خلص اللي هو الكونديشنال بروبابيليتي. نبص بقى معايا كده عشان نشوف الاجزاء الثانيه. يلا اول جزء اهو كونديشنال بروبابيليتي. ارجع بقى تاني للموضوع بتاعنا. احنا قلنا كونديشنال بروبابيليتي وصلنا كده 13 سؤال. ارجع بقى تاني، ايوه ارجع اهو للشابتر. احنا قلنا الشابتر عباره عن كونديشنال بروبابيليتي اندبندنت ديبندنت. ندخل للموضوع التاني اللي هو ديبندنت ايفنتس. لما اشوف الديبندنت ايفنتس يعني اندبندنت، بص يا اولاد يعني ايه الكلمه، ارجع كده للجمله. اندبندنت حاجات مش معتمده على حاجات، زي لما اجي اقول لك بص كده للرسمه دي كوين وداي. هل يا اولاد لما برمي كوين وبرمي داي هل دي معتمده على دي؟ لا، يبقى دول اندبندنت. لما اقول درون دروينج تو بولز consecutively with replacement، لما يقول لك with replacement يعني اللي اسحبه ارجعه. اسمعوني بصوا لي هنا عشان تفهمني. انا هقول كلمه independent كلكم حافظينها ترجمتها يعني حاجات مستقله عن بعضها، بمعنى ده ما ياثرش في ده، دول independent مفيش تاثير لواحده على الثانيه. زي ما قلت لكم كوين وداي، رميت كوين رميت داي، ولا دي تأثر على دي ولا دي تأثر على دي. عندي قلم سحبت قلم ورجعته، لما ادخل واسحب السكند درون هل السكند درون تتأثر بالفيرست درون؟ لا خالص، يبقى السكند درون ليس لها تأثير بالفيرست درون، يبقى دول اندبندنت. اما لو سحبت قلم وما رجعتوش فلما اجي اسحب السكند درون اكيد اتاثرت، لان العدد بدل ما كان كامل قل، فالسحبه الثانيه بقى قدامك اختيار اقل، يبقى انت تاثرت في التوتال نمبر بالسحبه الاولى. يبقى احنا هناخد مره الاندبندنت مره الديبندنت. يبقى الاندبندنت معناها دي ما بتاثرش في دي. اذا اقدر اقول لما يقول لي دول اندبندنت واقول لك probability A condition B تقول لي اصلا ال A ملهاش دعوه بال B، يبقى probability A condition B تبقى probability A وخلاص. اهو تعالى بقى بص كده، يبقى انا لما اجي اقول A condition B يبقى دي ولا دي متاثره بدي، يبقى probability A. طالما independent، احفظ القاعده دي، طالما independent probability A condition B تبقى probability A، يبقى ال B ليس لها تاثير على ال A. طيب ما نقدر اشيل A condition B ده اهي واكتب probability A intersection B على probability B، مش ده القانون بتاع الكونديشن؟ وهنا probability A، اعمل cross multiplication قانون منتهى الأهمية. ده القانون الوحيد اللي عندنا، يبقى عندنا القانون ده والقانون ده الاثنين دول. أول ما يقول لك independent تقول له أهو يا إما القانون ده يا القانون ده، A condition B probability A او A intersection B probability A multiply B. طب B condition A تقول لي probability B برضو، ولو عملت cross multiplication تطلع نفس القانون. يبقى القانون ده مهم. تعالى ناخد كام سؤال كده في السريع، خلاص مش هتلاقوا جديد قوي. A and B are two events in sample space. جيب لنا probability A وجايب probability B وجاب اليونيون. انا قلت لك مفتاح مسائل البروبابيليتيز ان هي A و B و intersection مش union. طب ما ده انت تجيب منه الانترسكشن ازاي؟ probability الاولى
بلس بروبابيليتي التانية ماينس الانترسكشن. يلا نعوض A يونيون B ب 8، ال A ب 5.5.6، كده حسبنا الانترسكشن الحمد لله. نرجع بقى تاني، انت عايز ايه؟ بيقول لك هل ال A وال B independent؟ اكسبلين، اشرح. فانا هقول له طب انا جبت من شوية A intersection B، يلا نجيب probability A لوحدها تايم probability B لوحدها، اهو 0.5 تايم 0.6 اللي هو مديهم لنا، طلعت الاجابة 0.3. يا خبر ابيض، بص بعيونك الجميلة على 1 وعلى 2، هتقول لي from 1 و 2 يبقى A intersection B equal probability A multiply probability B، يبقى هما independent. طالما قال independent يبقى A intersection B بتساوي ده تايم ده، ولو لقيت ده تايم ده وتساوي الانترسكشن يبقى هما independent. سؤال رقم 15، What is the probability of appearing head and number 5 لو عملنا توسنج كوين؟ في واحد يقول لك هيد ونمبر 5، يعني انا هنا لما عملت كوين وداي يبقى انت هتقول لي طب ما ده ابيرنج هيد وابيرنج وده ابيرنج نمبر 5. هيد يبقى معناها واحد من اتنين، ما هو انت عندك هيد وتيل، اي كوين في الدنيا لها تو فيسز، هيد وتيل، يبقى البرولت هاف. نمبر 5 الداي فيها 6 فيسز يبقى دي واحده من السته. طب ما الـ A اصلا والـ B دول independent، الـ first toss doesn't affect على الـ second toss يبقى دول independent. طالما independent يبقى A intersection B probability A multiply probability B، جبنا الإجابة. يبقى هو كان بيقول لي هات لي probability إن يظهر يظهر head and يظهر ده، اند يبقى انترسكشن، انترسكشن يبقى البروبابيلتي الاولى في الثانيه. في نفس السؤال ده هو يا اولاد كان ينفع احله بثانيه ثانوي، يقول هو احنا لما برمي كوين بيظهر هيد او تيل؟ لو ظهر هيد ورميت داي هيظهر 1 2 3 4 5 6، لو ظهر تيل ورميت داي 1 2 3 4 5 6. يبقى لو عايز اكتب السامبل سبيس اتش 1 اتش 2 اتش 3 لغايه اتش 6، تي 1 تي 2 لغايه تي 6، انت عايز هيد و 5، هيد و 5 واحده من ال 12 دول 1 على 12، تلاقي نفس الاجابه دي. رقم 16، A and B are independent، بروف ان ال A داش وال B داش independent. دي حته ماثيماتكس يا اولاد، A و B independent، عايزين نسبه ان A داش و B داش independent. تقوم انت تقول له طالما A و B independent يبقى A intersection B equal probability A multiply probability B، خلها كده على جنب. نرجع بقى عايزين نشوف A dash intersection B dash، هل ده equal probability A dash multiply B dash؟ لو يبقى هما independent، لو لا يبقوا not independent، يبقى دول dependent يعني. فانا هقول له بقى كده، دي لما الاقي داش داش، احنا قلنا في الاول خد الداش بره واقلب العلامه. طب ده اهي لما الاقي داش معناها 1 ماينس A يونيون B، جميل. طيب A يونيون B ده قانون، probability الاولى بلس الثانيه ماينس الانترسكشن، ممتاز. طيب ضربت النيجاتيف في الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه، A انترسكشن B شلتها وكتبت probability A multiply probability B، احنا هنا فوق. تعالى بقى بالراحة دي تنزل وتنزل، الاتنين دول هناخد common factor negative probability B، يتبقى دي مكانها 1 ويتبقى دي negative probability A. 1 minus probability A وهنا 1 minus probability A، خدها common، يبقى دي كلها بقى مكانها 1 ودي probability B. يا نهار ابيض، 1 minus probability A دي اللي بنسميها P A dash، 1 minus probability B دي اللي نسميها B dash، يبقى دي A dash and B dash independent. يبقى أنا ابتديت بده
وصلت لده، يبقى فعلا لو كانت الاي والبي اندبندنت يبقى الاي داش والبي داش اندبندنت اولسو. طيب سؤال تاني، انشورنس. تعالوا نقرا بقى كده الموضوع بالراحة. بيقول لك في شركة تأمين على الحياة، في راجل وزوجته and his wife عايزين يعملوا انشورنس. طيب لما يجوا يعملوا تأمين يا أولاد، فالانشورنس انستيتيوت بيعملوا ايه بقى؟ بصوا لي كده يا حبايبي عشان تفهمني الموضوع. احنا دلوقتي في شركات التأمين على الحياة، عشان تبقى انتوا عندكم فكرة، بيروح يقنعوا حد ان تعالى نأمن على حياتك. بناء على عمر الراجل بيحطوا نسبة التأمين، قسط التأمين. يعني لو شاب صغير ممكن في السنة يدفع له 1000 جنيه أو 2000 جنيه، لو حد زي حالات كبير في السن لا يدفع رقم أكبر، لأن احتمال عمر الشاب أكيد أكبر من احتمال عمر الراجل الكبير اللي زي حالاتي. إذا دلوقتي في شركات التأمين يبتدوا يقولوا كده، العمر عامل، الأمراض عامل آخر، حتى لو كان شاب بس عنده مرض سكر، عنده مرض ضغط، عنده مرض في أمراض معينة، عنده قلب، عنده، إذا الأمراض بيحطوا عليها برضو لازم يكشفوا، على لازم الشخص يعمل لهم، يعملوا كده ميديكال انشورنس، يجيبوا له ميديكال كده لازم يكشفوا عليه عشان يقدروا يقولوا قسط التأمين كام. لو عنده أمراض يحطوا قسط كبير، لو أمراض خفيفة كده. فهم راحوا لراجل وزوجته، فشافوا الراجل ده، قالوا الراجل ده احتمال يعيش أكتر من 20 سنة بنسبة كذا بناء على عمره. زوجته هتعيش أكتر من 20 سنة probability كذا. طب الاتنين معا يعيشوا أكتر من 20 سنة بنسبة كام؟ ده السؤال. فيبتدي بقى أنت تقول هم دول الراجل، عمر الراجل وعمر زوجته، دول تو ايفنتس، دول ديبندنت ولا اندبندنت؟ هل الراجل لو عمره طويل يبقى زوجته عمرها طويل، او لو الراجل لو مات يبقى زوجته تموت بعده؟ هل في حاجه ده معتمد على ده؟ المنطق يقول لا، لان الطبيعي ان دول اندبندنت، لا فيش علاقه بين عمر الراجل وعمر زوجته الا اذا كانوا يعني حاجه يعني ولح، يعني واحدة متأثرة جدا بزوجها لو مات هتموت وراه، يبقى إذا دي ده حب زايد بقى، يبقى ده موضوع آخر. لكن في الطبيعي إن دول اندبندنت. فطالما اندبندنت يبقى لما يقول لك هات لي probability إن هما الاتنين معا يعيشوا أكتر من الشخص، يبقى دي معناها كلمة both of them، يبقى دي intersection، يبقى نجيب probability الأولى multiply probability التانية. طب يلا كده نقرأ السؤال ونفسر الكلام بالراحة. يبقى هنا بيقول ان الراجل هيعيش اكتر من 20 سنة، هنسميها ايه؟ probability اللي هو اللي قايل انها 0.2. طب الست تعيش اكتر من 20 سنة، سميتها بي، probability بي 0.3. يبقى ده احتمال الراجل يعيش بنسبة 2% اكتر من 20 سنة، ومراته اكتر من 20 سنة بنسبة 3%. طيب لما هو دلوقتي A و B اتفقنا دول independent، ده أول حاجة. طالما independent يبقى A intersection B equal probability A multiply probability B، حسبناها طلعت 0.6. تعالى بقى للطلبات الأولى. أول طلب جبناها أهو إن الاتنين معا يعيشوا أكتر من 20 سنة. الطلب الثاني at least one of them more than 20 years، على الأقل واحد فيهم يعيش أكتر من 20 سنة. at least one يبقى دي اسمها union اللي قلناها في اول الحلقه، يبقى دي probability الاولى بلس probability الثانيه ماينس probability الانترسكشن، ونبتدي بقى نعوض دي لوحدها دي لوحدها انترسكشن جبناها. طب رجع بقى قال لك only one only one. خلي بالكوا يا اولاد، انا شخصيا اول ما يجي لي سؤال فيه كلمه only one بفتكر على طول التو سيركلز اللي عاملين اوفرلاب بينهم كده، بقول لنفسي 1 2 1
فاكرين اللي قلته في اول الحلقه ان تو سيركلز هوريهم لكم دلوقتي 1 2 1، لما اقول اونلي 1 يبقى ناخد ال 1 وال 1 فقط. اهو بص كده اهو، دي كده ودي كده، دي موجوده في 1 سيركل، دي موجوده في 1 سيركل، المنطقه دي موجوده في 2 سيركل، المنطقه دي في ولا سيركل زيرو، يبقى هنا 1 2 1. لو قال اونلي 1 يبقى ناخد المنطقه دي والمنطقه دي، لو قال ات ليست 1 يبقى ناخد دي ودي ودي، التلاته ناخد التلات مناطق دول. يبقى لما اقول لك اونلي 1 يبقى انت تاخد اليونيون كله بس شيل منه الحته دي، شيل منه عشان تبقى تاخد دي ودي بس. يبقى لما تسمع اونلي 1 تقول دي معناها ايه؟ يونيون بي ماينس بروبابيليتي ايه انترسكشن بي، دي معنى كلمة only one. اهو نرجع معايا كده للمسألة، هنقول كده يبقى A union B minus A intersection B، وعندنا A union B 0.44 intersection B 0.6 كده حسبناها. ادي سؤال يا ولاد على الاندبندنت. تاني سؤال تالت، bag contains 6 blue balls and 4 red balls، يبقى انا هقول عندي 6 بلو و4 ريد. A ball is drawn، شوف بقى الجملة، شوف الجملة اللي جاية، ball drawn randomly then it turned back to the bag، يعني معناها with replacement، يبقى اللي سحبناه هنرجعه، يبقى دول independent. احسن حاجة من غير ما تقول ولا dependent independent ترسمها، تقول عندي 6 وعندي 4، هنسحب واحدة تطلع يا بلو يا ريد، دول 6 ودول 10 يبقى 6 على 10، دول 4 ودول 10 يبقى 4 اوفر 10. السكند درون لو كانت الأولى بلو وجينا نسحب واحدة تانية تطلع برضو يا إما بلو يا إما ريد. طيب البلو خلي بالكم اللي سحبناها رجعناها، فالعدد ما تأثرش، يفضل 6 اوفر 10 ودي تفضل 4 اوفر 10، برضه هيظهر بلو اوريد 6 اوفر 10 4 اوفر 10. كده انا عملت 3 دايجرام. اقرا يا جميل الطلب الاولاني، ذا تو بولز ار ريد، يبقى عايز ريد وريد، يبقى نكتب له ار اند ار. اقرا الثانيه، ذا تو بولز ار بلو، اهو يبقى probability بي وبي. طب اقرا الثالثه نمبر سي، ذا فيرست درون از ريد اند ذا سكند از بلو، يبقى probability ار وبعدين بي. الرابعه عايز وان بول از ريد اند ذا اذر از بلو، يبقى ناخد الاولى بلو ريد والثانيه بلو اور العكس، الاولى بلو والثانيه ريد. من التري دايجرام ده اهو اقدر اجيب جميع النتائج. اهو هنقول ريد يبقى هنقول 4 اوفر 10 والثانيه ريد يبقى 4 اوفر 10 ونحسبها. بلو اند بلو 6 اوفر 10 تايم 6 اوفر 10. طب ريد اند بلو، ريد اهو 4 اوفر 10 والثانيه بلو يبقى 6 اوفر 10. طب ريد اند بلو اهو، ريد اند بلو اور يبقى بلس بلو اند ريد بس، ونحسبها. ممتاز، ادي كده خلصنا الجزء ده. نرجع بقى تاني اخر جزء يا ولاد ونبقى خلصنا الجزء ده، dependent events. لما اجي اقول لك يلا نشوف الديبندنت بقى، احنا خدنا الاندبندنت، الديبندنت حاجة صغيرة سؤالين وخلاص. يلا يا حبايبي dependent events، لما اقول dependent يبقى معناها اللي واحدة بتأثر في التانية، زي لما اجي اقول لك سحبنا واحدة وما رجعناهاش، يبقى دي السحبة التانية تعتمد على الاولى. probability A intersection B not equal A time B، في الاندبندنت كانت الانترسكشن ايكوال، هنا A condition B في الكات الاندبندنت قلنا probability A condition B بالA بس، اما هنا لا، قلنا هنكتب القانون عادي واعمل كروس مالتيبليكيشن، القانون عادي واعمل كروس مالتيبليكيشن. طب سؤال هنا بيقول سامبل سبيس الاس اهي والاي والبي، وبعد كده دول اندبندنت، اكسبلين
اثبت انهم اندبندنت اكسبلين، يبقى انت هتجيب بروبابيليتي الاي، بروبابيليتي البي والانترسكشن. هات يلا ايه تايمز بي، لما اعملهم مالتبلاي ما طلعش ده زي ده، طالما ما طلعوش يبقى دول اندبندنت على طول، يبقى دول ديبندنت، لان الاندبندنت بيبقى ده اكوال الاثنين دول. تعالى رقم 20، بوكس كونتينز 9 ايدنتيكال بولز، اهو من 0 ل 9 منهم حاجات ايفن وحاجات اود، لما اجي اسحب الاولى هتطلع يا اما ايفن يا اما اود، نفس الريد والبلو يا ولاد، دي 5 ودي 4، لما اسحب واحده تانية هتطلع ايفن واود. طبعا لو ما يقول لك سحبناها without replacement يبقى دول dependent، يبقى العدد بيقل، دول كانوا 5 لما نسحب واحدة تانية هيبقى 4 على 8 وهنا 4 على 8، وتكمل وبعدين تشوف بقى اللي هو طالبه تجيبها من التيبل نقدر نطلعها. سؤال أخير خالص 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 بقى، ريد وبلو أهو أنا بكرر لك، هتسحب واحدة تطلع بلو وريد و6 اوفر 10 4 اوفر 10، لما اسحب واحدة تانية لو احنا ما رجعناش الأولى يبقى هيطلع العدد يقل، وبعدين تطلع كل اللي هو طالبه عادي خالص بقى. ده يا ولاد 21 سؤال على الشابتر ده. كده يا حبايبي خلصنا الشابتر 2، هنعمل مراجعة جميلة بقى نلم لك القوانين كلها في صفحتين، صفحة فيها قوانين السنين اللي فات اللي انت درستها في عمرك قبل كده، وصفحة تانية فيها القوانين الجديدة اللي خدناها، ويبقى كده خلصنا الاستاتيستكس. يلا كده يا حبايبي بص كده، تشابتر 2، تشابتر 2 بيتكلم على حاجتين. بص بقى معايا، الصفحة دي فيها المعلومات السابقة. أولاً إيه؟ قول لي بص المصطلحات دي، أنا عايزك يا ابني لما تروح على اليوتيوب كده وتصور دي كده، صور الصفحه من سكرين شوت. يلا، ايه اونلي يبقى ايه ديفرنس بي، ايه اند بي يبقى انترسكشن، ايه اور بي يبقى يونيون، وان ايف او اتليست يبقى يونيون، يبقى كلمه اور او اتليست يونيون، نوت ايه داش، اونلي وان يبقى ايه يونيون بي ماينس ايه انترسكشن بي، ات موست يبقى ايه انترسكشن بي اول داش. القوانين بتاعت البروبابيليتي، probability A number A over number S، A difference B، بعدها A dash 1 minus probability A، A union B probability الأولى plus الثانية minus الانترسكشن. لما تلاقي داش داش تاخد الداش بره وتقلب العلامة. طب لو لقيت داش داش وفي انترسكشن خد الداش بره واقلب العلامة. طب لو داش على واحدة بس وفيه انترسكشن ابتدي باللي ما عليهاش داش، نبتدي بالبي ماينس الانترسكشن، داش على واحده بس ويونيون، اكتب قانون اليونيون، بروبابيليتي الاولى بروبابيليتي الثانيه ماينس الانترسكشن. لو جيت قلت لك ايه سبست اوف بي، ايه سبست اوف بي يبقى معناها ايه انترسكشن بي اكيد اكيد بالايه، A يونيون B أكيد ب B. دي يا حبايبي قوانين اللي انت خدتهم في حياتك. بنصحك يا ابني سكرين شوت للصفحة دي، يبقى عندك المعلومات وانت بتحل في شابتر 2، لازم المعلومات دي تبقى 100% في مخك. طب ما تيجوا نكمل القوانين بتاعت السنة دي بقى. A كونديشن B، هتقول لي شيل علامة الكونديشن وحط انترسكشن على البي. طب لو probability S condition B، افترض نس هي ب 1، افترض نسيت اهو، هنقول له كده probability، لو نسيت يا ولاد probability S condition B هنقول دي equal، ده نفترض ان انا ناسي، هنقول نشيل علامة الكونديشن، نكتب له probability S intersection B على probability التانية على probability B، اس انترسكشن بي اللي هي probability بي على probability بي، يبقى الاجابه ب 1، هو ده القانون. طب لو كان كاتبها لك بي كونديشن اس، برضو دي ما اعرفش، لو انا ما اعرفش هنقول له دي عباره عن probability بي انترسكشن اس على probability اس، probability اس دي ب 1 ودي اللي هي probability بي، بس طلعت الاجابه
ايكوال بروبابيليتي بي. فانا لو نسيت زي بالظبط، بص كده لما اقول لك بروبابيليتي ايه داش كونديشن بي غير لما اقول بروبابيليتي ايه كونديشن بي داش. لو الداش على الاولانيه 1 ماينس بروبابيليتي ايه كونديشن بي، لو الداش على التانية لو كتبت 1 ماينس ايه كونديشن بي اقول لك غلط. دي نحلها عادي. يعني عادي يعني شيل علامة الكونديشن واكتب ايه انترسكشن بي داش على بروبابيليتي بي داش بس. ودي لو نسيت حلها عادي برضو يا ابني. وطبعا دي ايه انترسكشن بي داش، ابتدي باللي معلهاش داش، يبقى دي بروبابيليتي ايه ماينس بروبابيليتي ايه انترسكشن بي على بروبابيليتي على 1 ماينس بروبابيليتي بي. جميل. نرجع بقى للتيبل بتاعنا اللي انا عامله لكم ده الملخص الجميل. حاضر خلاص 30 ثانية يلا يا ولاد. ايه داش؟ طيب ده بقية القوانين اهي يا حبايبي، وبكده احنا خلصنا منهج الاستاتستكس. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنبتدي موضوع جديد خالص داينامكس ان شاء الله البوكلت بتاع 2020. فاصل ونرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا هنكمل بقى يا اولاد استاتستكس عشان خلاص مفيش باقي وقت للموضوع الجديد. فاحنا هنكمل استاتستكس، نعمل ريفيجن كده سريع على الاحصاء من النماذج الاسترشاديه اللي نزلت السنه اللي فاتت. انا جايب لكم نماذج كده اهوت هنحلها مع بعض في الوقت اللي باقي. يلا بقى كده على تشابتر 1 تشابتر 2 في الاحصاء، تشابتر 3 الجزء اللي علينا فيه. يلا بينا كده علشان نفتكر مع بعض، يبقى المنهج نعمل لمة سريعة، يبقى احنا خلصنا منهج الاستاتستكس كله ودي مراجعة عليه عشان الوقت كده خلاص في الجزء اللي باقي لنا في الحلقة. يلا كده عندنا في بوكلت 2018 ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة المسألة بيقول A and B are two independent events، وجايب لنا probability A و probability B، عايز B difference A. اول سيادتك ما تشوف كلمة independent تقول له independent معناها A intersection B equal probability A multiply probability B، حسبناه. طيب هو عايز B difference A، يبقى نقول له probability B difference A ده على الكلام اللي لسه قايلينه النهاردة، عبارة عن probability الاولى ماينس الانترسكشن. اللي مش عارف يعني ايه اندبندنت، اللي مش عارف يعني ايه ديفرنس، ضيع السؤال منه. كده يبقى probability بي 0.3 ماينس 0.18 جبناها. السؤال الثاني A and B are two events in sample space، A intersection B ماينس probability A تايم probability B condition A ايكوال مين في دول؟ يبقى انت هتيجي تقول له ايه بقى؟ تعالى بالراحة، دي A intersection B، هنا ماينس probability A، B condition A قانون شيل علامة الكونديشن واكتب A intersection B over probability A، هشطب دي مع دي. هنا بقت B A intersection B وهنا A intersection B، يبقى الإجابة زيرو. فين زيرو؟ مش هتلاقي ولا واحدة في دول زيرو. أهو يبقى هنا رقم زيرو مش مكتوب، بس كاتب لك probability phi. طب ما هي probability phi بزيرو. ادي السؤال الثاني. السؤال الثالث يا اولاد، ده regression line. طب regression line y equal a plus bx، وبيسألك الكوريليشن يا ترى دايركت ولا انفرس ولا بيرفكت ولا ايه بالظبط؟ تقول له احنا عندنا الار الكوريليشن لو بوزيتيف نقول دايركت، لو نيجاتيف نقول انفرس. طب ما انا عندي الار والاي بي الكو اوفيشنت اوف اكس، احنا عندنا البي، ما هو القانون بيقول واي ايكوال اي بلس بي اكس، الار والبي دايما سيم ساين، قانون الار والبي سيم ساين. طب ما البي هنا بوزيتيف يبقى الار بوزيتيف، يبقى نختار دايركت كوريليشن على طول. لا دي سؤال ملغي، السؤال ده ملغي. تعالى اللي بعدها اهو. السؤال ده بقى جايب لك ده على تشابتر 2 يا اولاد، على تشابتر 3
جايب هنا تيبل زي ده وعايز يجي واداك المين ب3 وعايز يجيب لي ستاندرد ديفيشن اولا من التيبل ده، احنا عارفين ده اسمه probability distribution. probability distribution يبقى الصم بتاع اللي تحت ده ب1، يبقى ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده ب1. كده احنا جبنا البي، جبنا البي خلاص. بعد ما جبنا البي هنبتدي بقى نقول له ذا مين اللي هي الميو ايكوال القانون بتاعها اكس تايم اف اوف اكس. طب ما هو اعمل اكس في الاف اوف اكس، يبقى 1 تايم 2، 2 تايم بي، 4 تايم 0.4، A تايم 0.1، كل ده يديك الميو اللي هو مديهولنا ب3. احسب ده تايم ده، ده تايم ده بالكالكليتر تطلع الـ A ب6. يبقى الـ A دي هنكتب مكانها 6 والـ B ده هي مكانها 0.3. كنا بنعمل تيبل في 4 خانات لو تفتكر الحلقة اللي فاتت، هنكتب 1 2 4 6 والـ F of X اهي. كده كتبنا الـ X والـ F of X، نضرب الأولى في الثانية، 1 تايم 0.2 0.2، 2 تايم 0.3 0.6، 4 تايم 0.4 1.6. كل ده بالكالكليتور. ارجع اخد دي اعملها مع الاولى، 1 تايم دي مع الاخيره تبقى 0.2، 2 مع الاخيره 1.2، 4 مع الاخيره يبقى 6.4، ودي 3.6. بنعمل اديشن للخانتين دول، دي ب3 زي ما كان قايل، ودي 11.4. لما اجيب الفاريانس، الفاريانس اسمها سيجما سكوير، عبارة عن سميشن اكس سكوير تايم اف اوف اكس ماينس ميو سكوير. 11.4 ماينس 9 هتطلع الاجابة 2.4. وبعدين الستاندرد ديفيشن هي روت السيجما سكوير، اعمل روت ده ايه تطلع. ده سؤال. طيب بص للمسألة اللي بعدها، اف مين اوف راندوم فاريبل 47، يبقى الميو 47 and الفاريانس 600، الفاريانس اللي هي سيجما سكوير، يبقى السيجما بس ب10. عايز يجيب الكو اوفيشنت اوف فاريشن، كو اوفيشنت اوف فاريشن سيجما اوفر ميو تايم 100، يبقى سيجما 10 على ميو 47 تايم 100. احسبها تطلع تختار الاجابه الصح بتاعتها. طبعا دي ابروكسيميشن، دي على تشابتر 1 اللي هو الكونديشن، تشابتر 2 الكونديشنال بروبابيلتي. جايب لك بروبابيلتي ايه داش، وبعدين يبقى طبعا دي اللي هي 1 ماينس بروبابيلتي ايه، منها حسبت بروبابيلتي ايه. جايب لك بي كونديشن ايه، طب ما دي بروبابيلتي، شيل علامه الكونديشن وحط انترسكشن على الثانيه، عوض بالارقام، اعمل كروس مالتيبليكيشن، كده هنحسب ايه انترسكشن بي تطلع سريعه على 10. ده سؤال نمبر 10. نمبر 11 جايب لنا تيبل وعايز يجيب سبيرمانز رانك كوريليشن كوفيشنت. سبيرمان يا ولاد بنبص على الدرجات ونكتب الرانك، اكبر رقم في دول 8 يبقى ده الفيرست، اللي بعده على طول 6 يبقى ده السكند، اللي بعده 4 الثيرد، وهنا 4 و5 و6 ونشطب 4 و5 ونكتب الافريج. نفس الكلام هنا، اعلى درجه 8 1، اللي بعدها 7، اللي بعدها 7 2 3، وبعدين 4 5 6، نشطب ال 2 3 ونكتب الافريج. كنا بنعمل تيبل في 4 خانات، رانك اكس رانك واي دي دي سكوير. رانك اكس اهو، رانك واي اهو، اعمل بقى ده تايم ده وبعدين اعملها طبعا ده ماينس ده، ده دي يعني ديفرنس، ده ماينس ده، ده ماينس ده، اعملهم سكويرنج. حد فاكر القانون يا اولاد؟ ار ايكوال 1 ماينس، ده بتاع تشابتر 1، 6 سيجما دي سكوير ان باور 3 ماينس ان. طلعت الاجابه بوزيتيف يبقى دايركت، وبوينت 4 يبقى مودريت كوريليشن. سؤال رقم 12 بيقول لك 50 ستودنتس، يبقى نمبر اس 50 ستادي كيمستري، نمبر كيمستري 15، ده على تشابتر 2 كونديشنال بروبابيليتي. بيولوجي 25، اللي بيدرس كيمستري اند بيولوجي 10. نيجي بقى نجيب بروبابيليتي سي 15 اوفر 50، بروبابيليتي بي 25 اوفر 50،
probability intersection 10 over 50. هو طالب ايه بقى؟ عايز chemistry if he or she already study biology. يبقى عايز سي كونديشن بي، يبقى شيل علامة الكونديشن وحط انترسكشن على التانية. دبل اي probability biology if he study chemistry، يبقى بي كونديشن سي بنفس الكلام. عايز بقى بي يونيون سي، يبقى probability الأولى بلس التانية ماينس الانترسكشن. طلعنا الإجابة، أدي مسألة رقم 12. طيب هنرجع يا ولاد بسرعة في الدقايق اللي باقية لنا على القوانين بتاعة المنهج كله. احنا عندنا المنهج كله يا حبايبي، نلخص لك كده القوانين. تشابتر 1، تشابتر 1 كان عبارة عن سبيرمان، ده له قانون، عن بيرسون، عن الريجريشن لاين. فده قانون سبيرمان، قانون بيرسون اللي احنا حفظناه الحلقة اللي فاتت مع بعض، وده الريجريشن لاين واي ايكوال اي بلس بي اكس، وهنكتب قانون البي اللي هو زي ده بس ناخد ده من غير روت. ده قوانين تشابتر 1. حاضر، تشابتر 2 بسرعة، دي القوانين بتاعتها اللي احنا قلناها النهاردة. ده تشابتر 2 ده القوانين بتاعتها. تشابتر 3 عندنا فقط الجزء الاولاني ده، احنا خلاص في النهاية، ده الجزء ده ملغي يا ولاد، ده ملغي، ده القوانين الاولى بس اللي علينا. بس كده يا حبايبي احنا خلصنا منهج الاستاتستكس وعملنا مراجعة سريعة احد النماذج الاسترشادية. هشوفكم ان شاء الله بعد العيد، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم. هذا ما تم اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اشوفكم بعد العيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.